أخبار اليوم. كاتب أحمد عبد اللطيف الفائز بجائزة ساويرس الثقافية عن مركز أول للرواية عن الشباب، بنبارك لك الأول وبنرحب بيك في بوابة أخبار اليوم، وكنا عايزين نعرف انطباعك عن الجائزة وروايتك كانت اسمها إيه؟ مبدئيا الله يبارك فيك، ألف شكر. الرواية الفائزة اسمها كتاب النحات، فايزة بجائزة ساويرس زي ما حضرتك قلت، وانطباع عن الجائزة أكيد طبعا مبسوط إن الرواية فازت، لأن يعني كما تعلم يعني فوز رواية بجائزة مهمة زي جائزة ساويرس بيعدي انتشارها، بيعدي الانتباه ليها، والكاتب بشكل عام مش محتاج أكتر من إن الكتب تتقري، مش يعني فيش طموح أكبر من كده. الرواية بتتكلم عن إيه؟ يعني رواب محاكاة شوية لفكرة بداية الخلق ونشأته، وبيتم من خلالها تناول موضوعات خاصة بالطائفية والتعصب الديني، ويعني موضوعات أكتر يومية. نقدر نقول إنها بشكل معاصر أكتر للمشاكل اللي احنا بنواجهها، بالإضافة ل الربط ما بينها وما بين بداية الخلق. بداية الخلق وإزاي الأساطير اتطورت فأدت لتعصب ديني. بنبارك لك تاني وبنقول لك ألف مبروك وبالتوفيق. شكرا، ألف شكر.